مقدمة لليوفنتوس الإيطالي. الركنيات طبعا ثاني ركنية ملعوبة على طول بالراس جول أول في المباراة في الدقيقة 26. أماوري يفتتح الأهداف والهدف الأول من ركنية على طول, واليوفنتوس الإيطالي يفتتح الأهداف بالركنية. شايفين وشوف الركنية بالرأس, يا سلام رأسية على طول في المرمى, لعبها على الأرض, لعبها في الأرض قوتها وفي مرمى أندريس بالوب. هدف أول, هجم الكبير ندفت. هنشوف اللعبة هذه نتكلم بشوت, الله الهدف الثاني يا وانت بيكونها داخل المرمى, بيكونها داخل المرمى. هدف ثاني في الدقيقة يعني 20, في الدقيقة 20 والهدف الثاني لليوفنتوس. شوف 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 شوف, بداها من وسط الملعب مرصح وسدد, الله الله حافظ الزاوية, لعبها بعقل, لعبها مارك إزيو, لعبها بعقل. شوف 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 بين المدافعين وسلمها له على العار, خذ خطوة واحدة بس ولعبها بالزاوية اللي اشبيلي اسباني. نشوف الركنية ملعوبة, الركنية محاولة جول, 2-1 2-1 هدف سكيلاتشي. سكيلاتشي ينطلق, هو اللي كان يلعب في ليون ولعب في موناكو, اللاعب الفرنسي للعب الماضي لعب 33 مباراة, يخلص الفارق إلى 2-1. شوف على طول في المرمى 2-1 ويقترب شوية إشبيليا قبل أن ينتهي الشوط الأول. دقيقة 35 دقيقة 35